وهو اللي عرفني هذا العلم، هو اللي عرفني كمان على خصائص قوة أعضاء أجسام الحيوانات النادرة، يعني وخصائص الروحانية والخوارق اللي ممكن تعملها للبشر كمان. وأنت عندك خبرة منيحة بهذا الموضوع؟ شي أكيد، بس يعني عدم المؤاخذة على هذا السؤال، يعني أنت وضعك عادي ومفروض يكون غير هيك، يعني مفروض تكون من أسرى أسرياء العالم. شي أكيد، بس يعني أنا مهنتي الأساسية ما بطلع مصاري، كل هذا اللي عم بعمله لوجه الله تعالى، وأنا ما باخذ مصاري، المصاري بتروح يا للصيادين يا لأسيادنا تحت الأرض. تحت الأرض؟ ليك هلأ أنا اليوم شفتك فيس تو فيس، بس مشان أسألك كيف ممكن سن حيواني يأثر على حياة إنسان ويخليه محبوب؟ قلتي لي شايفة هذا السن؟ هذا اللي عم تدوري عليه، هذا اسمه سن الضبع الأبيض، وهو موجود منه بالعالم إلا ثلاثة. شو أهمية هذا السن؟ إنه الجان كتير بيحبوه، وله خصوصية قوية كتير عندهم، لأنه يعتبر إنه هو الغذاء الروحي لإلهم. بس تحطي معك هذا السن رح يتفاعل مع دمك، ورح يصير كل عالم يحبك. حتى لو كانوا بيكرهوني من قبل؟ حتى لو بيكرهوك كره الموت. يا الله والله محتارة، يعني فهمت عليك، انت يبدو لسه عندك شك فيني. بصراحة يعني ما بعرف. ولا يهمك، انا راح اثبت لك انه انا سفير الجان، ماشي؟ بس بدي منك شو ما شفتي، ما تخافي. ليش شو رح شوف؟ راح يبعثوا لك الجان رسالة مكتوبة بدم الغراب، وراح تلاقيها جوات غرفتك. جوات غرفتي؟ ايه جوات غرفتك، بس لازم اول ما تلاقيها تحاكيني فورا. اذا ما لقيتيها فيكي معا تتواصلي معي وبكون انا كذاب. شو مكتوب بهي الرسالة؟ الحقيقة انا ما بعرف، لانه هلأ اسيادنا الجان بعتولي رسول عن جديد وما لحقت افهم شو صار. ولي والله بلشت خاف. لا تخافي، نحن معك وموجودين من شانك، من شانك وبس. من شاني؟ انتو؟ مين انتو؟ مثل ما عم قلك، لك ما بعرف ما بعرف، بس من وقت ما قلي هالحكي وما بتلاقيني غير فايتة طالعة على هالغرفة، عايشة على أعصابي، ما بتلاقيني غير عم فتش بهالدروج، عم فتش بهالدروج، بس ما عم لاقي شي. بتضرب ما أغلظك، خلص حاجة تضحك علي. روحي روحي، إذا صار معي شي بخبرك. يلا باي باي. لينا؟ لينا؟ أمي؟ وين شاردة؟ ماني شاردة، أنا رايحة على الجمعية، بدك جيب لك شي معي؟ لا ميرسي، بس في روح أنا وإيمان مشوار. لوين بدكن تروحوا؟ مو فارقة، بس والله ضاق خلقي من القعدة هون. أوكي. شكراً فتون. ديري بالك على حالك وأوعك تثقي بحدا، فهماني؟
دينا لا تجنني، هذا أكيد ساحر ومشعوذ. عم قلك أنا شفت للورقة مكتوبة بدم الغراب. ها، هذا أكبر دليل إنه ساحر. هلأ أنت قدرتي تكشفي هيك فوراً بدون ما تشوفي يعني؟ إيه، إحساسي بيكفيني وعقلي ما بيصدق هاي الخزعبلات. بس لو ما حرقت الرسالة كنت ورجيتك ياها. وليش حرقتيها؟ هنن هيك طلبوا مني، قالوا لي إنه بعد ما أقراها أحرقها بدون ما يشوف حدا. وشو طلبوا منك كمان؟ قالوا لي إنه لازم أوثق ببديع ونفس شو ما طلب مني. إيه؟ هلأ المهم ما قدرت أمن كل المبلغ، مشان هيك محتارة تجيب هدهد سليمان مشان المال ولا سن الضبع مشان الجمال. رح أعطيكي نصيحتي، اشتري سن العقل، بركي بيكبر عقلك شوي وبتخلصي حالك من مصيبة أكيدة. مصيبة أكيدة؟ دخيلك يعني على أساس أنت الفهمانة. لينا، لينا، حاجة جنان، هذا زلمة نصاب ولا سمح الله إذا حس إنه بدك تكشفيه ممكن يقتلك. لا سوري إيمان، يعني مو معقول خيالك شو صاير واسع، وصلت معك القصة للقتل؟ مو أحسن ما يكون عقلي صغير؟ على فكرة لينا، أهلك كلهم أذكياء، أنت لمين طالعة هيك؟ خلقت ربك، شو بيعرفني؟ لينا، كبري عقلك، هالغلطة بألف غلطة. ييييي شو بتكبري القصص؟ خلاص أنا عم قلك عامل حساب كل شي. طيب ليش بده كل شي يصير بالسر؟ لأنه أي شي روحاني الناس ما كتير بتآمن فيه. طيب أنا عندي اقتراح بتمنى منك إنك تفكري فيه. شو هو؟ مو بتوثقي بزوج خالتك حسام؟ بلا. حكي له القصة واستشيري. لا ما بدي، بلكي عمل مثل هديك المرة وطلعت براسه وراح خبر أهلي. لا بلاها، هيك بتفقص قصتي كلها، ما بدي. تصطفلي يا تفضل حبيبي. لا ما بدي، ما بقدر.